والآن مشاهدينا ينضم لنا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية عشان ينقل لنا ولحضراتكم جهود الدولة في إعادة المصريين من السودان. رامي مساء الخير. مساء الخير جمانة، مساء الخير على كل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان. هذا المعبر الذي على مدار اليوم يستقبل الحافلات المستمرة في إجلاء المواطنين من المدن السودانية، وحتى اللحظة التي يتحدث فيها الآن استمرار توافد الحافلات على المعبر كما هو ظاهر في خلفي الآن، اصطفاف هذه الحافلات على جانبي الأرصفة والطريق هنا داخل المعبر. وعلى مدار اليوم تم إجلاء أكثر من 446 مواطن من المواطنين سواء من المصريين وغيرهم، ليكتمل عدد من تم إجلاؤهم خلال 3 أيام السابقة إلى 1539 مواطن تم إجلاؤه من خلال هذه المعابر وهذه الحافلات خلال الأيام السابقة. ولو تحدثنا عن هذه النتيجة التي تؤكد على جهود الدولة المصرية المتمثلة في عدد من المؤسسات والأجهزة، منها وزارة الخارجية التي تتابع وتنسق بشكل مستمر مع السفارة المصرية بالخرطوم، وأيضا السلطات السودانية هناك، وأيضا قنصليتي مصر بالخرطوم وبور السودان، وأيضا المكتب القنصل في مدينة وادي حلفة التي تبعد 60 كيلومتر من الموقع الذي أتواجد به الآن، لتكتمل منظومة مصر في إجلاء الكثير من المواطنين وليس المصريين فقط بل أيضا من السودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى وعدد من الدول التي أبدت التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية في إجلاء الرعاية من مدن وأيضا محافظات وولايات السودان. لو تحدثنا أيضا عن ما يتم لكل المواطنين حين القدوم إلى هذا المعبر، نتحدث عن مساعدات إنسانية تقدم لهم من خلال الهلال الأحمر المصري، سواء مساعدات طبية إنسانية أو أيضا الدعم النفسي والدعم الأسري لهم ولكل الأسر التي تأتي إلى هنا. لو تحدثنا أيضا عن التسهيلات الكبيرة في أوراق التوثيق والتأشيرات التي تقدم لهم من خلال المكان كاتب الخاصة بمعبر أرقين هنا المعبر الحدودي البري. ولو تحدثنا أيضا عن هذه الحافلات التي تنتظر جميع الوافدين لنقلهم إلى أماكن تمركز السيارات أو محطات الأتوبيس أو أيضا محطات القطارات والتوجه إلى الواجهات الخاصة بالقادمين أو إلى المحافظات المختلفة، هناك جهود كبيرة. وأيضا بحسب العديد من التقديرات والبيانات التي تؤكد على وجود عدد كبير من المصريين في العاصمة السودانية الخرطوم، يقدر ب10,000 من المواطنين المصريين في هذه المدينة، ومنهم أيضا 5,000 من الطلاب، وهي السمة الغالبة على كافة القادمين من السودان إلى هنا من المصريين. ولو ذهبنا إلى تقديرات أكبر، هناك ما لا يقل عن 10,000 تم إجلاؤهم من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى من خلال المعبر أرقين البري الحدودي. ولو تحدثنا أيضا على الاستعداد الأكبر لهذا المعبر الذي يسعى إلى أكثر من 300 حافلة على مدار أيام عديدة، وأيضا يبلغ السعة الكبيرة له إلى 7,500 مسافر، يؤكد على استعداد الدولة المصرية باستقبال جميع الراغبين في القدوم إليها، وأيضا من خلال خطوط والأرقام الساخنة والعاجلة التي وضعتها وخصصتها وزارة الخارجية للاتصال لمن يرغب في القدوم إلى مصر عبر معبر أرقين البري الحدودي. عودة إليك مرة أخرى. طبعا الزميل عزيز رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا من معبر أرقين.